عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة مع فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم غادي نديرو املو باللوز وزيت ارغان. نبقاو مع المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجو في المكونات الزلافة ديال اللوز، كاس ديال زيت ارغان، وثلاثة المعالق ديال العسل الحر، واحد الرشة ديال الملح. نبقاو مع الطريقة. كناخدو في واحد الطاولة اللي كتدخل الفران وكنديرو فيها اللوز وكندخلوه باش نحمرو. بعد ما كيتحمر اللوز كيولي على هذا الشكل. كنبداو نطحنو جميع المكونات. كنديرو اللوز وكنزيدو عليه زيت أرغان وكنبداو نطحن. بعد ما كيتطحن اللوز وزيت الأرغان كنزيدو العسل وكنستمروا في الخلط. بعد ما طحنا جميع المكونات كنحصلوا على خليط بهذا الشكل. انا زدت شويه الزيت اللي عجبني القوام يكون شويه خفيف. زدت تقريبا نص كاس ديال زيت أرغان. وبهذا كنكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم. اذا عجبتكم ما تنساوش دعم القناه، ضغطوا على الزر الاحمر اشتراك وزر الإعجاب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله.